بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد الجرنوسي، والنهارده ان شاء الله نشوف مع بعض ازاي تقدر تحمل لعبه بيس 2018 النسخه الديمو التجريبيه على الكمبيوتر. شرحنا السنه اللي فاتت بيس 2017 وفيفا 2017، شرحت له من خلال موقع تكنو عربي، ونزلنا امبارح شرح لعبه فيفا 2018 النسخه الديمو، برضو هتلاقوها على موقع تكنو عربي، واي رابط هقوله في الفيديو هتلاقوه في صندوق الوصف تحت الفيديو برابط مباشر على طول ان شاء الله. هنا دي لعبه فيفا 2018 لعشاق الفيفا والناس اللي بتحب الفيفا، برابط مباشره وطريقه التحميل والتشغيل على الكمبيوتر، وده شرح بيس 2017 النسخه التجريبيه برضو والنسخه الكامله من خلال موقع تكنو عربي، هتلاقوه برضو في رابط تحت الفيديو على طول، وده رابط موضوع بيس 2018، مواصفات تشغيل اللعبه والجديد والملاعب اللي موجوده في اللعبه والمواصفات الاقل لتشغيل اللعبه والمواصفات الموصى بها او المواصفات اللي هي بتشغل اللعبه بشكل افضل، مع بعض الملحوظات والرابط اللي هو موجود تحت الفيديو على طول ان شاء الله، وصور للعبه. مبدئيا كده علشان نبدا تشغيل اللعبه هسيب لك رابط موجود تحت الفيديو، الرابط ده هتلاقوه مختصر، هتستنى بس 3 ثواني وهدوس سكيب اد او تخطي الاعلان، ده مجرد دعم ليا مش اكتر، وهقول لكم الطريقه دلوقتي. لكن اولا خلونا نحمل برنامج ستيم. برنامج ستيم ده اللي هتقدر من خلاله انك تشغل اللعبه النسخه التجريبيه، هتدوس على انستول ستيم. فلو انت بتستعمل ويندوز هتدوس على انستول ستيم ناو، ولو بتستعمل ماك هتدوس هنا، ولو بتستعمل لينكس هتدوس هنا. فانا بستعمل ويندوز هدوس على انستول ستيم ناو، هينقلك على طول لرابط مباشر للتحميل. البرنامج حجمه 1 ميجا وشويه، طبعا لما بتيجي تنزله وتثبته هيكون البرنامج معاك اونلاين، فلازم تتاكد ان النت شغال عندك لما تيجي تبدا تثبيت البرنامج. دلوقتي انا هثبت البرنامج، اقول له نيكست، بعد كده اي اكسبت، بعد نيكست تختار اللغه المناسبه ليك، انا اختار انجليزي وهدوس على نيكست، بعد كده هدوس على انستول. ده هنا البروجرام فايلز، المسار اللي هيتنزل او اللي هينزل فيه ستيم، فتاكد ان المسار اللي هينزل فيه البرنامج فيه مساحه كافيه. فاللعبه حجمها الكلي تقريبا 4 جيجا بايت، فتاكد على الاقل ان في اكتر من 5 جيجا في السي عندك او المكان اللي انت هتنزل فيه برنامج ستيم. فانا عادي هنزلها في السي مفيش اي مشكله، هقول له انستول، فالبرنامج نزل معايا، هقول له ران ستيم. بمجرد ما ادوس على فينش فالبرنامج هيستكمل عمليه التحميل. حجم الملفات اللي هو بينزلها 140 ميجا بايت تقريبا. تعال بال ما ينزل بقى تعالوا نشوف رابط تحميل اللعبه. هنيجي دلوقتي نشوف هنحمل اللعبه ازاي، هسيب لكم رابط تحت الفيديو هتحمله على طول. فهتلاقوا في عندك متقسم لرابط واحد هنا او هنا، يعني هتحمل ده او ده، وحجم اللعبه بالظبط هو 3 جيجا ونص تقريبا. فانت لو عندك سرعه النت كويسه 2 ميجا او اكتر فاستعمل رابط واحد عشان ما يحصلش معاك مشاكل اثناء التحميل، ولو سرعه النت عندك 1 ميجا او اقل فاستعمل الرابط اللي متقسمه لاربع اجزاء، وبعد كده فك الضغط مره واحده. فانا دلوقتي مثلا هحمل رابط واحد، هكبير او هنسخ الرابط ده كده، واجي هنا في المتصفح همسح الرابط ده وانسخ الرابط الجديد. هينقلك على طول لموقع اختصار روابط بالشكل ده كده، هاجي ادوس على كونتينيو، لو فتح لك اي صفحه جديده اقفلها هيرجعك للموقع تاني، هتدوس على كونتينيو برضو وهتستنى 4 ثواني او 3 ثواني بس، وبعد كده هتدوس على سكيب اد او تخطي الاعلان من هنا. لو جات لك الرساله دي هتدوس على غلط او ليف، هتدوس على سكيب اد تاني، ولو فتح لك اي صفحه اقفلها على طول لان دي بتكون اعلانات. فهينقلك لصفحه التحميل بالشكل ده كده، هتلاقي في داونلود في كذا حته، هتيجي تختار داونلود اللي موجوده هنا، دي حجم اللعبه موجود فوق اهو 3 جيجا و 68 من 100، هتدوس على داونلود هيفتح لك صفحه اعلانات اقفلها. فانا بوريك الطريقه الصحيحه، هدوس على داونلود تاني هنا هتفتح لك صفحه اعلانات اقفلها، بعد كده هتبدا هتدوس على ستارت داونلود، هتبدا اللعبه معاك بالتحميل طبعا على حسب سرعه النت عندك. هنا برنامج ستيم خلص معايا اهو، تعالوا بس نشوف اللعبه الاول. طبعا نفس الكلام بقى للرابط اللي متقسمه، هتنسخ كل رابط، يعني انت هنا هتعملها مره واحده ده او ده، اما الرابط المقسمه هتنسخ كل رابط وتحمل بنفس الطريقه، هم على نفس السيرفر اللي انا موريه لك ده، لان التحميل منه سريع وبيدعم كمان استكمال التحميل، فعلشان كده انا مختار لك السيرفر اللي انت هتحمل منه ده. بالنسبه لبرنامج ستيم لو ما عندكش اكونت بتدوس على كرييت نيو اكونت، ولو عندك اكونت هتدوس لوج تو ان اكزيستنج اكونت. طبعا لو مش عارف تعمل اكونت هسيب لك رابط تحت الفيديو شرحت فيه قبل كده ازاي تعمل اكونت على ستيم. هتدوس على لوجين، هكتب هنا اكونت نيم، فكده ده اكونت ستيم قدامي اهو. هنيجي بقى نعمل حركه دلوقتي، هنروح للمكان اللي نزلنا فيه اللعبه اللي احنا فكنا الضغط عنه، ادي اللعبه قدامنا اهي بالشكل ده كده. هتاخد الفولدر ده كده هتنسخه، هتاخده كوبي او كات، وهتيجي تفتح بارتيشن السي وهتروح للبروجرام فايلز اكس 86 ده، وهتدور على فولدر اسمه ستيم، هتدوس على حرف الاس في فولدر ستيم اهو بالشكل ده، هتفتحه، هتدور على فولدر اسمه ستيم ابس، ستيم ابس بالشكل ده هتفتحه. تمام، يبقى انت كده في المسار ده كده بالظبط، سي بروجرام فايلز اكس 86 ستيم، بعد كده ستيم ابس. هتعمل ايه بقى؟ خلي بالك هتدوس كليك يمين وهتعمل نيو فولدر، وهتعمل نيو فولدر تمام، هتسمي الفولدر ده كومن، سي او ام ام او ان بالشكل ده كده تمام، سي او ام ام او ان، هتدوس انتر وهتفتح الفولدر ده.
هتخش جواه هتدوس كليك يمين وهتختار بيست، هتنسخ اللعبه فهتكون معاك بالشكل ده كده. خلي بالك بقى انك لازم تكون اسم اللعبه معاك بالاسم ده، بالاسم اللي موجود ده، برو ايفولوشن سكر 2018 ديمو، تمام بالاسم ده كده بالظبط، لا في حرف ناقص ولا في حرف زياده ولا في مسافات زياده ولا اي حاجه، نفس الاسم ده كده زي ما هو بالظبط. خده حتى كوبي بيست او انقله، يعني برو بعد كده مسافه بعد كده ايفولوشن مسافه سكر مسافه 2018 ديمو بالشكل ده كده تمام، وجواها محتويات اللعبه. بعد كده تيجي عند برنامج ستيم من تحت هتقفله كليك يمين وهتقول له اكزيت، هتخرج منه وهتيجي تشغله تاني من على الديسكتوب اهو، هتسيبه براحته يعمل شويه الحبشتكنات في الاول وبعد كده هيفتح معاك. بعد كده تيجي تختار من فوق هنا كده كلمه ستور، بعد كده هتختار منها نيوز، هتلاقي من نص الحاجات الجديده لعبه بيس 2018 هتضغط عليها، هتنزل تحت كده هتلاقي على اليمين كلمه داونلود ديمو، هتدوس عليها كده فلاحظ فوق هنا برو ايفولوشن سكر 2018 ديمو نفس الاسم ده، هو هو نفس الاسم اللي احنا لسه قايلين عليه فوق اهو، هقول له نيكست وهتسيبه شويه دلوقتي بيبحث عن الملفات علشان يتاكد ان هي موجوده بشكل كامل علشان ما يحملهاش من اول وجديد. بعد كده بيجي لك رساله ان هو خلص عمليه التحميل لانك اصلا كده كده حملتها من رابط خارجي، فبيقول لك ان دلوقتي ستيم نزل اللعبه، هتدوس على فينش. هتلاحظ المره دي بقى لو رجعت لبرنامج ستيم ودوست على داونلود ديمو تمام، هتلاقي كلمه بلاي ظهرت لك اهي، فكده لو دوست بلاي فاللعبه المفروض هتشتغل معايا. هاجي اصور الموضوع دوت بكاميرا الموبايل، فانا دلوقتي هسجل الموضوع ده بكاميرا الموبايل، هقفل بس برنامج كمتاز استوديو بقى كفايه عليه لحد كده عشان ما هنجلناش الجهاز. فدي اللعبه قدامنا اهي يا جماعه، هاجي ادوس على بلاي عشان اشوف اللعبه هتشتغل ولا لا. الرساله هي هتظهر اقول له يس يا معلم عايزك تشغلها لي. دلوقتي هيعمل انستول او عمليه تثبيت سريع عشان يحط لك اللعبه والسيتنجز او الاعدادات بتاعتها عشان تقدر تظبط الدنيا وتعيش حياتك براحتك. فتح لك السيتنج اهو، اللعبه هنا دلوقتي تقدر تختار الفريم ريت، عدد الاطارات في الثانيه الواحده، انا هخليها 30 عشان ما يكونش اللعبه بطيئه معايا، واختار هنا الفول سكرين مود، وهنا دي الريزولوشن او ابعاد الشاشه، هقول له اوكي. دلوقتي هنا هو بيستخدم البرامج اللي بتساعد في تشغيل الالعاب لو كان الجهاز بتاعك محتاجها، وطبعا كنت شرحت قبل كده اهم البرامج اللي بتساعدك في تشغيل الالعاب وحل المشاكل، فهسيب لكم الرابط بتاعه موجود تحت الفيديو على طول برضو ان شاء الله وفي رابط الموضوع بتاع اللعبه. كده خلص كل الحاجات بتاعته، هتيجي بقى تدوس على بلاي. فطبعا جاب لي الرساله دي عشان هو قاري كارت الشاشه اللي هو الانتل، لكن انا عندي هنا اللاب فيه كارت انفيديا. وراح فين اهو تمام. فهنيجي نشغل اللعبه، هندوس على اجنور، وانا طبعا كنت شرحت قبل كده حل مشكله تشغيل الالعاب لو الكارت لو الجهاز بتاعك او اللابتوب بتاعك فيه كارتين شاشه، كارت اي ام دي وانتل او كارت انفيديا وانتل، لان غالبا اللعبه بتقرا الكارت الداخلي اللي هو الانتل. فزي ما احنا شايفين اللعبه قدامنا هي هتبدا بالتشغيل. على فكره بيس كانت عقدت مع نادي انتر ميلان ان هم ياخدوا الملعب بتاعه ويحط هناك البنرات وحاجات كده، ايه في شويه حاجات حلوه هناك. عامه ده الغلاف بتاع اللعبه للاسف مش عاجبني علشان في نيمار في برشلونه، لان خلاص المفروض ده تحديث جديد بقى، كنت عملت حسابكم يعني وعلى الاقل خليته يعني شلته نيمار من الواجهه. عامه ما فيش اي مشكله، هنبدا مع بعض اللعبه زي احنا متعودين مع بعض علشان اوريكم ان كل حاجه تمام التمام. هنا بتختار اللغه بتاعتك، اختار الانجليزي. فدي اللعبه بتاريخ 12/9/2017 زي ما احنا شايفين قدامنا اهو. فكده خلاص اللعبه تقريبا تمام التمام. هنبدا كده نبص بص على اللعبه بسرعه. اللعبه فيها بقى ايه، فيها برشلونه، فيها بروسيا دورتموند، فيها ليفربول، انتر ميلان. فانا كده اجرب اختار الانتر مع برشلونه وهنبدا على طول اللعبه. زي ما احنا شايفين دي التسنتره الجديده اللي هو واحد بس اللي بيبقى واقف في الملعب في نص الملعب يعني. فبس كده يا جماعه اللعبه زي الفل وتمام التمام. انا مش هقدر ان انا اكمل عشان طبعا بصور بايد واحده وهلعب بايد واحده، فكده ممكن اتسكع دستة ولا حاجه. عامه ده كان شرح طريقه تشغيل لعبه بيس 2018 النسخه الديمو من خلال برنامج ستيم علشان تقدر تشغلها بدون اي مشاكل، لان في ناس بتكون فاكره ان هي ممكن تشغلها بشكل مباشر، فلو جيت تشغلها كده على طول فاللعبه غالبا ما بتبداش، عشان كده شرحنا الطريقه من خلال برنامج ستيم. فلو اشتغلت معاك خير وبركه، وباذن الله هنزل لكم اللعبه كامله برده برابط مباشره تقدروا تشغلوها بشكل كامل على الجهاز بتاعكم. فلو حابين كده قولوا لي من خلال التعليقات الموجوده تحت الفيديو، لو كان عندكم اي مشكله بخصوص اللعبه برده سيبها لي من خلال التعليقات وان شاء الله هرد عليكم في اسرع وقت.
واخيرا ما تنسوش تدعموني بانكم تضغطوا لايك للفيديو وتدوس سبسكرايب او اشتركوا القناه من الايقونه المداره اللي فوق بالرؤوس دي لو كنت اول مره تشوف الفيديو من خلال قناه احمد الجرنوسي، وتابعوا موقعنا على الانترنت موقع تكنو عربي، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. كان معاكم احمد الجرنوسي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.